قاضي مصري يرفض استئناف محمد وزيري في قضية هيفاء وهبي. 5 أسباب وراء غضب هيفاء وهبي من ارتباط اسمها بالقضية المخلة. هيفاء وهبي تصرخ وتبكي بسبب خيانة مصطفى خاطر لها. محامي هيفاء وهبي يفجر مفاجأة عن الفنان مصطفى خاطر. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب هيفاء وهبي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع هيفاء وهبي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. كيف تورط مصطفى خاطر في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق؟ شهدت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات ووحدات عقارية تطورات جديدة مؤخرا بتورط الفنان مصطفى خاطر في تلك القضية. قال ياسر قنتوش الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية عبر تسجيل صوتي لموقع ايتي بالعربية ان الفنان مصطفى خاطر اقدم على خطوة غير محسوبة بسبب شراء احدى الوحدات العقارية محل النزاع وخلاف بين المتهم محمد وزيري والفنانة هيفاء وهبي. وأضاف أن القضية ستشهد العديد من المفاجآت للرأي العام خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفنانة هيفاء وهبي كانت على حق في القضية الخاصة بمتعلقاتها المادية والعقارية. تسجيلات صوتية جديدة في قضية هيفاء وهبي ومحمد وزيري. فجرت الفنانة هيفاء وهبي مفاجأة جديدة خلال جلسات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة في مصر حول الاتهامات التي وجهتها إلى محمد وزيري مدير أعمالها وزوجها السابق كما يدعي، والمتعلقة بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بها. وقررت النيابة العامة المصرية حبس وزيري على ذمة التحقيقات، بينما مدد قاضي المعارضات حبسه مرتين قبل أن يتقدم وزيري باستئناف على القرار، لكن طلبه قوبل بالرفض وأعيد إلى محبسه مجددا. وبحسب المستندات التي نشرها موقع قناة الشرق الإخبارية فإنه خلال التحقيقات فجرت هيفاء وهبي مفاجأة كبرى بتقديمها وحدة تخزين رقمية فلاش ميموري بسعة 16 جيجا تحتوي على 20 مقطعا صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بين وزيري خلال مواقف مختلفة. وأنهت هيفاء وهبي حديثها باتهام وزيري بالاستيلاء على أموالها من حساباتها البنكية وعلى وحداتها العقارية وخيانة الأمان، مؤكدا أن موظف البنك اشترك معه بالمساعدة في تسهيل الإجراءات وعدم إخبارها بتفاصيل حساباتها، وفوضت النيابة العامة بالكشف عن سرية حساباتها. وفي اليوم التالي وبعدما استمع المحقق للمقاطع الصوتية المقدمة من جانب الفنانة اللبنانية التي قالت انها سجلتها في مواقف مختلفة قامت بعرضها على وزيري الذي اكد ان التسجيلات تخصه، لكنه اشار الى عدم قدرته على تذكر توقيتها. وقال وزيري ان التسجيل مضافة الي اجزاء من احاديث ثانية بينهما. وعلق على التسجيلات بشكل قانوني بالقول انا كنت عايش مع مراتي في البيت وهي بتسجل لي من دون علمي، وانا عندي رسالة على الموبايل هتقدمها بتفيد، إنما خدتش منها فلوس. محامي هيفاء وهبي يفجر مفاجأة عن الفنان مصطفى خاطر في قضية محمد وزيري. كشف ياسر قنتوش تفاصيل جديدة في قضية الفنان هيفاء وهبي التي أثارت جدلا مؤخرا بعد اتهامها لمحمد وزيري مدير أعمالها السابق بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر. وفجر قنتوش مفاجأة حيث أعلن أن الفنان مصطفى خاطر متورط في قضية النصب على هيفاء وهبي من خلال تقديمه برفقة أحد الأشخاص يدعى محمد هلال لشراء فيلتين كانت تملكها الفنان هيفاء وهبي في مصر، وتم شراء عن طريق عقود سورية في شهر ابريل الماضي. وتابع قنطوش عملية البيع السورية التي تمت بين وزيري وخاطر وهلال تمت بفترة الربا، كما ان النقود التي تم تحصيلها تعد جريمة تبديد واختلاس واستيلاء على اموال الغير، مؤكدا على انه تقدم بانذارات لشركة العقارات المسؤولة عن الفيلات وبعض الشكاوى التي تطالب مصطفى خاطر بالتعويض لان ثمن الفيلا 15 مليون جنيه. وسبق وجدد قاضي المعارضات بمحكمة
السادس من أكتوبر حبس محمد وزيري مدير عمل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالنصب. وألقت الشرطة القبض على الملحم محمد وزيري مدير عمل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء وهبي ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهم بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاه للتحقيق لإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة. مصطفى خاطر يدخل على خط الخلاف بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري. فصل جديد من النزاع القضائي بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما طالب محاميها ياسر قنطوش مصطفى خاطر برد فيلا حصل عليها من محمد وزيري المحبوس احتياطيا على ذمة دعوى قضائية ضده من هيفاء وهبي. وقال المحامي ياسر قنطوش في تصريحات خاصة لإيتي بالعربي أنه سيتقدم بدعوتين، الأولى دعوى رد وبطلان التعاقد، والثانية صورية التعاقد ضده بعد انتهاء المهلة القانونية للإنذار، نظرا إلى أن محمد وزيري باع الفيلا في شهر إبريل الماضي بعقود صورية، ولذلك تقدم بإنذارات لشركة العقارات المسؤول عن الفيلات بالتعويض عن ثمنها، وعما إذا قد تواصل مع مصطفى خاطر للوصول إلى حل. وقال ياسر لم أتواصل معه لأنه سوف ينكر، ولكنني سوف أحصل على حق موكلتي بالقانون. وأمر قاضي المعارضات بتقديد حبس وزيري 15 يوما، كما أصدر النائب العام قرارا بمنعه من السفر في بلاغ رقم 472 عام 2020. صادم طورت فنان مصري شهير في سرقة هيفاء وهبي. شهدت قضية هيفاء وهبي ومدير عملها السابق محمد وزيري تطورات جديدة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشف ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية عن طورة الممثل المصري مصطفى خاطر مع وزيري في قضية النصب عليها. وفي التفاصيل قام مصطفى خاطر واحد الأشخاص الذي يدعى محمد هلال بشراء فيلتي تملكها هيفاء وهبي عن طريق عقود صورية في شهر إبريل الماضي بحسب ما كشفه المحامي في تصريحات صحفية. وقال قنطوش إن عملية البيع الصورية التي تمت بين وزيري وخاطر قد حدثت خلال فترة الريبة، مؤكدا أن النقود التي تم تحصيلها تعد جريمة تبديد واختلاس واستيلاء على مال الغير. كما كشف قنطوش عن أنه وجد إنذارات شركة العقارات، وطلب مصطفى خاطر بالتعويض بمبلغ مادي علما بأن ثمن الفيلا يبلغ 15 مليون جنيه مصري. وكان محمد وزيري قد دخل السجن للتحقيق معه في قضية النصب والاحتيال التي أقامتها النجمة اللبنانية ضده، وبعدها تقدم باستئناف على القرار لكنه قوبل بالرفض وأعيد للحبس مجددا. حبس محمد وزيري 4 أيام في قضية سرقة أموال هيفاء وهبي، والأخيرة الحمد لله. قررت نيابة قسم ثاني الشيخ زايد بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية النصب وسرقة أموال خاصة بهيفاء، وحضر مع وزيري محاميه سهاد إمام، بينما حضر ياسر قنطوش بالنيابة عن هيفاء وهبي. وجاء أول تعليق من هيفاء وهبي على الخبر من خلال خاصية الستوري عبر حسابه بموقع إنستغرام، حيث كتبت الحمد لله، يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصول هيفاء على كامل مستحقاتها المادية عن آخر أفلامها أشباح أوروبا، والذي يقدر ب5.5 ملايين جنيه من المنتج ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بعد جلسة مع نقيب المهنة التمثيلية أشرف زكي. وكانت هيفاء وهبي قد تقدمت مؤخرا بدعوى قضائية ضد محمد وزيري تتهم فيها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه دون وجه حق. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي. جدد قاضي المعارضات بمحكمة السادس من أكتوبر حبس محمد وزيري مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق. وكانت أجهزة الأمن ضبطت وزيري الملحن ومدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بتهمة النصب بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء وهبي ضده عن طريق محاميها تتهمه بالنصب وسرقة الأموال.
والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سر ارتباط اسم الفنان مصطفى خاطر بقضية هيفاء وهبي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.